على بركة الله نبدأ الجزء الثاني أو الفيديو الثاني لينا عن معبد كلبشة. هنبدأ مع بعض دلوقتي في الأسخة بيسجت أو صالة التسوع. صالة التسوع أعلى من الصالتين اللي جايين بعديها، الأسخة حتيبول اللي جاية بعديها لغاية قدس الأقداس. هنلاقي إن الصالة هنا 7 متر 20 ارتفاع 10، والعرض بتاعها أو محيطها مربعها 10 × 85. هنبدأ بقى الحائط الشمالي اللي هو يمين الداخل، هنلاقي فيه الامبراطور واقف، الامبراطور تراجان هنا بالمناسبة على اليمين بيقدم فاستين النو قدام مندوليس، وعلى الشمال بيتعبد قدام مندوليس وراه وجهة ظهرت هنا بشكل كبير. الريجستر اللي بعده الملك بتاج الشمال بيعمل البخور او بيقدم البخور قدام مندوليس اللي جالس، وعلى الجانب الثاني موجود برضو نفس الامر وهو بيقدم الالبان اللي هي الفاستين بتاع الايرتد بيقدمهم قدام مندوليس ووجد. بعد كده بلاقي ريجستر بيكمل في منظر الملك قدام الثالوث بتاع كلبشة مندوليس ومندوليس الطفل وجد، والملك داخل الى رحاب. ده مين اللي بيسحبه بقى؟ بيسحبه اتنين من الالهة. مين اللي بيسحبوه؟ الاله امون والاله اتوم، وهم بيدخلوا بيه الى ده الاله الامام هيئة مونتو واتوم، انا بعتذر، مونتو واتوم، وهم بيدخلوا بيه الى داخل المقابلة الثالوث. المنظر اللي بعده بلاقي آلهة النيل كلها بالرموز بتاعتها والأشكال الخاصة بالجنوب. بنكمل المناظر على الجزء الشمالي، الملك هنا واقف بيرفع السماء كأنه شو قدام بتاح وسخمة ورابي هيتونس الأسد، ومندوليس بيجي المفروض مكان نفرتون. منظر اللي بعده تقدمة المايت، جحوتي قدامي ورا جحوتي الست اللي بتاخد السيستروم بتاعت حور على راسها، دي نحمة عوي مرات جحوتي واحدة من الالهات الحاميات، ووراهم مندوليس قاعد على العرش بتاعه. بعد كده الخص الرمز المقدس للاله مين وهو بيتقدم له، وخلفه موجود الاله ايزيس ومندوليس برضه. اخر منظر على الجدار ده بشوفه منظر غير مكتمل لمندوليس ووجت، ومش واضح المنظر بالنسبة لنا بيمثل ايه. الجانب الثاني الامبراطور اوغسطس واقف في منظر واضح انه منظر طقسي لان قدامه كاهن السن، لكن احنا مش قادرين نشوف المنظر، ممكن هل بيدخل المعبد، هل بيعمل فتح فم، ايه اللي بيعمله. لكن بعديه منظرين مكملين، التطهير والتتويج. التطهير بيعمله جحوتي وحورس، جنبه التتويج وجت ونخب بيقوموا بيه، ثم افريز آلهة النيل والمقاطعات بتاعت المقاطعات اللي بتمثل مصر او السيباي بتاعت مصر. الملك هنا ممثل الامبراطور وهو بيقوم بعملية حرق البخور قدام مندوليس واجت. بعديه بشوف المنظر الجميل للملك وبيقدم فاستين او الانائين بتوع اليرتت للبن للاله مندوليس، ثم المقاطعات. هنا بس هوريكم حاجة، لو خدتوا بالكم هنا هتلاقوا في مقاطعة مرسوم شكل الارنب، الارنب باين قدامنا، دي المقاطعة الخمستاشر من مقاطعات مصر اللي هي الاشمونيد، وفي مقاطعة الاوريكس اللي هي الوعل اللي هي بني حسن، مقاطعات 15 و16. برضو على الجانب الجنوبي بقى ونشوف المناظر اللي عليه ممثلة كلها في افاريز الالهة في علاقتها مع الاباطرة. الامبراطور هنا موجود عند تراجان، موجود في المنظر ده مع اوزوريس وايزيس ومندوليس بيصور التالت بتاعهم. المنظر اللي بعده لنفس الامبراطور بيقدم عدد كبير من القرابين، زهور وعش واواني وكل الحاجات بيقدمها قدام اوزير. واوزير هنا لاحظنا ان قدامه خرطوش لان اوزير والنفر الكائن الجميل، وراء ايزيس وخلفهم حورس ثالوث فيلة اللي بيتبعوا اداريا الناس بتوع او اخواتنا بتوع كلبشة. نبدأ بقى المناظر من فوق، هنلاقي حرق البخور الملك بيعمله قدام أوزير وإيزيس وحورس الثالوث بتاع فيلة اللي إداريا كان كلبشة تتبعهم، وتصادوا على طول الناحية التانية الشباك بيقطع منظر، لكن مقدم الملك فيه السخت أو الحقول لإيزيس ووراها مندوليس الطفل. ريجستر اللي تحتيه حرق البخور بيتم برضه قدام أوزوريس واضح، إيزيس قاعدة وراهم مندوليس، وصادوا الملك بيقدم الحقول مرة تانية وبيقدم قدام إيزيس ومعاها مندوليس الطفل، ووجت واخدة في نهاية المنظر مصور المنظر. ده بيقدم عين الأوجات هنا، أنا بعتذر لحضراتكم، بيقدم عين الأوجات، لكن المنظر اللي فيه هو اللي بيقدم السخت زي ما شرحنا، بيقدم عين الأوجات أمام الآلهة. المنظر بعد كده بيكمل في المنظر المعتاد اللي احنا تعودنا نشوفه على ثلاثة ريجستر. الأول مونتو وإله واخد بالخصلة الجانبية، واضح انه مندوليس الطفل بياخدوا الملك وبيدخلوا بيه علشان يتم عملية التتويج بالدبل كراون من وجهة ونخبة، وبعدين يجي عملية التطهير اللي بيقوم بها كالمعتاد حورس
وجحوتي. اخر جزء تحت بيمثل عندي المعتاد الاقاليم، بقيه اقاليم مصر العليا بتنهي هذا المكان. بكمل على الجزء الشرقي بس الناحيه الجنوبيه منه علشان اشوف الملك وهو بيقدم ايه الفازات النو قدام راح رختي وراح طحور. المنظر الناحيه الثانيه يمكن واضح الملك بالتاج الاحمر، لكن المنظر مش مكتمل قدام، واضح انه كان امام آلهة والمنظر ما اكتملش. ثم المناظر العاديه جدا اللي على العتب السفلي اللي بتمثل، او على عتب الباب السفلي اللي هي رموز النيل ورموز المقاطعات، وهم بيتحركوا وبيحملوا الخيرات اللي جايه من كل اجزاء مصر بتقدم الى داخل معبد كلبشة. رسالة القرابين أسخة حتبو 6.20 متر ارتفاعها، مساحتها 10.5 متر في 5.5، 10 متر في 5.5. المنظر التراديشنال التقليدي في المنتصف، الإقليم بتاع كلبشة مع الإقليم الإداري. يعني بص حضراتكم هنا هتلاقي الإمبراطور تراجان واقف بيقدم قدام أوزير وإيزيس وحورس، وبعدين مندوليس ومعاه واجت. اللي تحت في منظر شمال صغنطوط كده، الملك بيحرق البخور قدام هيئة ام حطب، الهيئة اللي اصبحت مقدسة كرمز من رموز الخير والطب. قصادها الناحية التانية، سيبكم المنظر اللي في النص، منظر التطهير قصاد اوزوريس وايزيس وحورس، المنظر ده سيبكم منه خالص. لكن خش او المنظر اللي بعد اللي هو حورس السمتاوي، المنظر اللي جنبه بقى ده المنظر اللي فيه اله بهيئة الطفل، ده الاله توتو. توتو طبعا اتكلمنا عليه بشيء من التفصيل واحنا شغالين مع بعض في معبد اسنا، لو حضراتكم متذكرين كل التفاصيل بتاعته. ندخل بقى على الحيطان، هلاقي الجانب الغربي مثلا الحيطة الشمالية الملك بيقدم قدام هيئة مندوليس، ورا مندوليس موجود اله على شكل الاله امون اللي هو امون نباتة، امون رب نباتة. والناحية التانية بيجي نفس الامبراطور بيعبد او بيقدم قرابين، الله اعلم ايه، مش واضحة قدامنا، قدام مندوليس. وورا مندوليس موجود توت، توت هنا او جحوتي كواحد من الالهة بتاعت الاشمونين، واحد من الالهة الاشمونين بس مش بهيئة ابو منجل ولا هيئة القرد. المنظر السفلي الملك بيقدم فاستين النو قدام ارسينوفيس، ارسينوفيس وراه تفلوت. ارسينوفيس هنا بيلعب دور شو، مين ارسينوفيس ده بقى؟ ارسينوفيس او اريحمس نفر، ده اله مصري معناه الرفيق الجميل، ارتبط بشو انوريس، ودايما بيتمثل بالشكل الادامي اللي حضراتكم شايفينه، ايده الشمال فيها صولجان وايده اليمين فيها علامه الحياه. برضو المنظر اللي بعده الملك بيقدم فاستين النو، بيعمل عمليه البخور هنا والحرق، بيقدمهم قدام مندوليس وارسينوفيس او ايرحمس نفر. على فكره ايرحمس نفر او ارسينوفيس ظهر ايام بطلميوس الثاني، كان بدايه ظهوره. بعد كده بدخل على الجانب الشمالي بشوف بقى التقدمات. جميل قوي المنظر اللي على اليمين، الملك لابس التاج الاحمر وبيقدم لخنوم ورصد. بصوا الفاز اللي بيقدمه لخنوم، الفاز هي علامه خنم بالهيروغليفي، الفاز نفسه على شكل علامه خنوم بشكل بديع، يعني الفنان بيلعب باللفظ. بعد كده بيعمل عمليه تقدمه المايت قدام امون بهيئتين، امون نباته وامون برنيس، اتنين من هيئات امون المعروفه في النوبه. الجزء السفلي بيقدم الملك فاستين النو قدام مندوليس ومندوليس الطفل ميروير وميروير غرد. بعد كده الملك بيعمل عمليه تطهير للقرابين بالاواني امام مندوليس وخلف مندوليس، مندوليس الطفل برضه. باجي على الجدار الشرقي الناحية الشمالية منه بلاقي المنظر بيبدأ من اليمين، الملك بيطهر قدام مندوليس الطفل، ثم يحرق البخور ويطهر القرابين أمام مندوليس الأب ووجد. الجزء السفلي الملك بيحرق أو بيطهر القرابين وبيحرق البخور قدام مندوليس في نفس منظر المعتاد بتاعه. لاحظين المناظر ما فيهاش تغيير كتير، برضو بيقدم أنواع من القرابين والخبز أمام مندوليس وخلفه الإله واجت. الجزء السفلي الملك وراه بقى رموز النيل، هو واخد المقاطعات والنيل وجمع خيراتها بيقدمها قدام ثالوث كلبشة. نبدأ بقى بعض بقى مناظر قدس الأقداس. أول المناظر الإمبراطور أوغسطس بيقدم لأوزير وإيزيس ونفتيس المايت. حاجة الجميلة المنظر الوحيد اللي ممثل الإمبراطور وخلفه امرأة، قد تكون الإمبراطورة كلاوديا، قد تكون الإمبراطورة زوجته. يعني هنا منظر من المناظر الغريبة قوي اللي ما تكررش في داخل المعبد. هناخد بقى الحيطان بيني وبينكم عشان نحدد انهي حيطه، يعني لان المناظر كلها تقريبا تكاد تكون متشابهه. تقدمات امام الالهه، دايما حلاقي اوزوريس محطوط في خرطوش في قدس الاقداس كتير جدا، اوزير والنفر ومعاه ايزيس، ومره بيجي الاوجات. يعني المناظر هنا عشان تبقوا حضراتكم تابعين، المناظر داخله في حاله التكرار دون ان
تزعج يعني حياتك ما تنزعجش تقول المناظر ايه هنا فيش منظر، يعني يكاد يكون المنظر الجديد عندي هو ان الامبراطور اوغسطس، والمناسبه قدس الاقداس كله اوغسطس، الامبراطور اوغسطس ومعاه الامبراطوره زوجته، منظر جديد مش منظر معتاد النشوء. يعني هنا بيقدم الواس والعنخ او بيتلقى الوسم العنخ من اوزير وايزيس، ووراهم حورس او مندوليس الطفل. هنا يعني منظر عادي تقليدي شفناه في كل المعب، التقديمات بكل انواعها، بيقدم التقديمات ما اختلفتش الامور، بيقدم الوجه، بيقدم اللي هي الباقات البردي، المنظر اللي على الشمال، وادي حورس هنا مندوليس، ورا مندوليس واضح قوي ان اللي وراه موجود لها وجهت، ويمكن التاج بتاعها مكسور. لو بصيتوا حضراتكم بعد كده هتلاقي مندوليس ومعاه وجهت او مندوليس الطفل بالمناسبه ومعاه وجهت. المنظر اللي بعده بيحرق البخور برضه مندوليس ومعاه وجهت. مناظر بقول لحضرتك انا يعني لما تيجي تراجع هنا المعبد من اوله واحنا ماشيين، بيقدم العطور ايزيس، بيقدم البردي مره تانية. لكن اللي يلفت نظري ان كله هنا اوغسطس، تراجان والناس ما اشتغلوش معايا في الجزء ده، كل اللي اشتغل في هذا الجزء من المعبد عندي هو الامبراطور اوغسطس بس. تراديشنال سينز او مناظر تقليديه تماما كلها ماشيه، الامبراطور ايزيس بتظهر، تقدمه المعت مره تانية بترجع في كل الاجزاء بتاعتها. باجي ادخل بقى اشوف خارج المعبد او على السور الخارجي، المنظر الاروع ما يكون، منظر التتويج بتاع الملك، منظر تتويج لملك بيتم وحورس بيحميه، يعني بالجناحات بتاعته الصقر بيحميه وعلامه شن، وامامه اله، الاله هنا غالبا هو مندوليس اللي هو التقليد بتاعه او الرداء العادي بتاعه، وشايف هنا الشعر بتاعه. بس الحاجه الغريبه ان مندوليس واخد الخصله الجنوبيه، هل هنا مندوليس جمع العنصرين خد التاج بتاعه وخد علامه الطفل؟ احتمال وارد يعني. وبعدين هتلاقي حضرتك بتطير واجت حواليه في كل جانب في منظر من اروع ما يكون، كان واجت ونخبت بيحموه من على الجانبين. بعد كده بندخل علشان نشوف المناظر التانية اللي الشكل العام بقى للكوريدور والميازيب وبقايا البير او مياس النيل اللي بيصور عندي اللي بيوصل لي مساحه الميه. المنظر الخارجي كله المناظر الخارجيه مناظر عاديه، ادي اوزوريس وايزيس وحورس بيتصوروا هم بيتلقوا القرابين. الجرافيت اللي بيمثل الباب بتاعت مندوليس في التقديمات ليه، مندوليس ومعاه هنا دايما هتلاقيه واقف على يعني تحتيه المنظر بتاع كانها راس ايزيس او كانه واقف على شكل علامه وجت، فكانه بيجمع العنصرين مع وجت. منظر متكرر تاني ليه ايزيس معاه. المناظر تقدمت السخت والتعبد امام الباء، ايزيس اللي بتتعبد قدام الباء زي المناظر اللي جوه المعبد. بكده بيمثل عندي واحد من اروع واجمل المعابد اللي موجوده عندي، وبيمثل فكره رائعه للمعابد المصريه. ما انساش ان انا اقول لحضراتكم ان المعبد عمليه نقله وعمليه انقاذه كانت بتمثل عندي اهميه كبيره. ايه هي اهميه المعبد وعمليه النقل بتاعه؟ بتقول ان المعبد لما بدأنا ننشئ خزان أسوان، المعبد اتعرض للغرق، وبعد تعلية الخزانة سنة 34 المعبد بقى بيتغطى 9 شهور في السنة مع السد العالي غرق. البعثة المعهد الألماني في القاهرة جهزوا موقع خرونجي، الموقع اللي هو الموقع الصخري اللي هو الموقع اللي عليه دلوقتي اللي هو 750 متر، واتنقل المعبد سنة 63. فكنا المعبد 13,000 حتة، وزنها كان 20,000 طن ما بين مايو لأكتوبر 62، وتم بناء المعبد في موقعه وانهينا العمل فيه او انتهى العمل فيه نوفمبر 63. المعبد القديم في مكانه مش فاضل الا المميز لانه منحوط في الصخر وهو باقي جزء منه. مع نقل الاحجار لقينا كتل صخريه حاليا 100 كتله صخريه كانت تمثل بقايا مقصوره اللي انا قلت لكم بطليموس التاسع لو فاكرين في بدايه المعبد، دي اللي اعيد بناها على جزيره اليفانتين مره ثانيه. الاحجار اللي تبقت وكان عندها حوالي 250 حجر دي اتنقلت الى المانيا، اهدتها مصر لالمانيا، والبوابه ارتفاعها 7 متر اللي بيسموها بوابه كلبشه، ودي البوابه اللي موجوده في متحف برلين حتى الان. الف الف شكر على سماعكم ليا، وان شاء الله التقيكم في معابد ما وراء السقف.